وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط الدكتور عبد الرحيم المنار السليمي، أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط. مرحبا بك دكتور في نشرة أخبار الثالثة. إذا بداية، هل من كلمة تود توجيهها بمناسبة عيد العرش المجيد؟ أولا شكرا على الضيافة، وتحية لكل الأشقاء في مملكة البحرين الشقيقة. المغاربة يحتفلون اليوم بذكرى عيد العرش. ذكرى عيد العرش هي ذكرى مرتبطة بالدولة الأمة المغربية، التاريخ والحاضر والمستقبل. ذكرى فيها الكثير من الدلالات تعبر عن التلاحم الموجود بين العرش والشعب. ذكرى يستحضر فيها المغاربة الإنجازات الكبرى التي قام بها جلالة الملك طيلة 24 سنة. المغرب تغير بشكل كبير. اليوم المغرب هو قوة إقليمية متعددة المجالات. إذن هي ذكرى حاضرة معنا في كل اللحظات، كما قلت، في التاريخ وفي الحاضر وفي المستقبل. نعم دكتور، العلاقات البحرينية المغربية هي علاقات وطيدة تجسد اهتماما كبيرا من قبل قيادتي المملكتين لتعزيز المصالح المشتركة. هل كان تحدثنا أكثر بخصوص ذلك؟ العلاقات المغربية البحرينية هي علاقات، أقول بكل موضوعية وواقعية، علاقات نموذجية وفريدة من نوعها. الإخوة في البحرين اعتادوا أن يشاركونا ونشاركهم، بمعنى أن يكون هناك نوع من تبادل المشاعر وتبادل فيه عمق استراتيجي في كل الذكريات. هناك تاريخ مشترك بين البلدين، وهناك علاقات ثنائية. سيلاحظ الكثيرون بأنه لم يسبق أن حدثت فيها نوع من البرودة نهائيا، بمعنى علاقات فريدة ونموذجية فيها الكثير من التعاون، الكثير من الاحترام، وفيها تحديات مشتركة، بمعنى أننا نحن مع الإخوة في البحرين أشقاؤنا نواجه نفس المخاطر ونفس التحديات. هذه كما قلت علاقات نموذجية وفريدة من نوعها، وفيها الكثير من الدلالات لعلاقات ثنائية يجب أن تكون بين دول عربية أخرى. ننظر إلى العلاقات المغربية البحرينية أولا من هذا الجانب الثنائي، وننظر إليها أيضا داخل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. نعم، الدكتور عبد الرحيم المنار السليمي، أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط، شكرا جزيلا لك.